هلا مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية مرة أخيرة مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا هامة، شكرا إيمان، وعودة إليكم مشاهدينا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 24، الصغرى 14، الإسكندرية 23-13، مطروح 23-12، بورسعيد 22-14، الإسماعيلية 24-13 وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 24-13، العريش 22-11، طابة 22-13، شرم الشيخ 27-18، الغردقة 27-17 وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 28-14، أسوان 31-15، الوادي الجديد 27-9، شلاتين 29-22، حلايب 28-22 وجوها مائل للحرارة. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.